السلام عليكم ما إن تنفجر الحرية في نفس إنسان فإن الآلهة لا تقوى على صنع شيء ضده هكذا يقول جان بول سارتر وهكذا هي ثورة الحادي عشر من فبراير فبراير في سياقها التاريخي يمنيا بدءا من ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومرورا باحتجاجات كثيرة ويدت من قبل النظام صالح منها احتجاجات 93 التي قمعتها قوات صالح واحتجاج الجياع في وسبعة قبل أن تتحول إلى حالة غليان شعبي لم يكن له أن يخمد أو يمكن الوقوف ضده فبراير التي استمدت روحها من المنظومة الحقوقية الجديدة التي قادها الجيل الأخير من الحقوقيين والنشطاء السياسيين جيل تنموي اتسع خارج النطاق الجغرافيا إلى الفضاء الإلكتروني وهو يصوغ سلمية ثورته ليمنحها أبعادا عالمية فبراير تعد من اهم الثورات الربيع العربي لكونها جاءت في محيط غير ثوري وفي بيئه معاديه للثورات فبراير التي كانت ثوره يمنيه خالصه دون تدخلات ولا املاءات الثوره التي كانت اكبر من كل التوقعات هي التي خرجت من دائره المصالح العضويه للنظام فقد كان للثوره شرط الاكتمال وهو الحريه حريه القرار مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم التي خصصت للحديث حول المقاربات التاريخيه والثقافيه لثوره الحادي عشر من فبراير سنتطرق الى نقاط التقاء فبراير بسابقاتها من الثورات اليمنيه والعالميه التراكمات التاريخيه وتحالفات الثورات المضاده والتحولات التي صاحبت الثورات التحرريه الانتاج الفكري والثقافي لثوره فبراير وتوثيق الثوره فكريا وثقافيا وادبيا وفنيا ومقاربتها مع الانتاج الفكري والثقافي والفني لثوره سبتمبر واكتوبر الموقف السلبي للكثير من النخب اليمنيه الثقافيه والفنيه لارتباطها بالنظام السابق او لانفصالها عن واقعها ادب الثوره وسؤال لما لم يتم توثيق الثوره على مستوى التاريخ الادب والفنون بالصوره التي تليق بها في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مروان الغفوري الكاتب والروائي وكذلك الأستاذة سبأ حمزة الكاتبة والشاعرة مساء الخير عليكم مساء الخير أهلا بكم في هذه الحلقة من المساء اليمني واسمحوا لي قبل أن نبدأ نقاشنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير عندما قامت ثورة فبراير كانت مناسبة شعبية جيدة لاستئناف حضور الدولة الوطنية اليمنية في جدول أعمال التاريخ بعد أن أصبحت الوطنية الجمهورية خارج معادلة التحولات مشلولة بفعل الضربات التي تلقتها منتصف السبعينيات وبفعل تحول جمهورية الشعب إلى ميراث عائلي يضيق بالمصالح الاجتماعية ويتسع لمصلحة الأسرة. لم تكن ثورة فبراير بمعزل عن التراكم التاريخي وتراكم التجربة الوطنية اليمنيه التي رفعت لافتة النضال السلمي، غير أن إرث فبراير لم يكن سهلا، خصوصا فيما يتعلق بتصحيح اختلالات ثورة سبتمبر في الشمال، وثورة أكتوبر في الجنوب، ووحدة سلمية. ابتلع النظام مخرجات ثورتين ووحدة، وحاول أن يبتلع فبراير، لكنه اختنق بها ليصبح الذي حاول أن يكون قاتل الثورة قتيلها. كانت ثورة فبراير ثورة تصحيحية جذرية شاملة. تضع في الحسبان الذهنيه السلاليه والعائليه التي الحقت الاذى بالمشروع الوطني وبالتالي تعرضت الثوره لتحالف ثورتين مضادتين ثوره مضادة لسبتمبر تتمثل في ميليشيا الحوثي وثوره مضادة لفبراير يمثلها نظام صالح. من الورده الاولى الى الخطوه الاولى الى الشمعه الاولى الى الاغنيه الاولى كانت ثورة فبراير يمنية شعبية خالصة دون تدخلات أو إملاءات إلا أن غياب الذاكرة التوثيقية لم ينصف الثورة الخالدة وعلى مستوى الأدب والفنون لا تزال فبراير تفتقر للتخليد والخلود مثل كل الثورات التي لها علاقة بالحرية والتحرر والانتصار للشعب كانت فبراير أكبر من التوقعات وفاجات المراقبين والمتابعين، وعلى الرغم من الموقف السلبي لبعض النخب، ورغم محاولات الثورة المضادة دفن حقائق فبراير، إلا أن فبراير كانت شمساً واحدة لا تكترث لألف غربال. الإنتاج الفكري لفبراير لا يزال إلى اللحظة غائباً، ويمكن القول إنه تعرض للتغييب لأسباب عديدة، بعضها ذاتية تتعلق بنخب الثورة ومؤسساتها. والأسباب الأخرى بفعل الإنقلاب الذي نسف تراكم فبراير ومخرجاتها السياسية وهي في خطوتها التأسيسية الأولى أهلا بكم من جديد ضيفي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام والبداية معك دكتور مروان لو يعني وضعنا مجموعة من الأسئلة من يكتب تاريخ ثورة فبراير؟ من المعني حقيقة بكتابتها؟ وكيف يمكن كتابة ذلك التاريخ؟ يعني سبع سنوات مضت إلى الآن هل هناك توثيق للثورة؟ طبعا هذا سؤال عملي غاية في التعقيد لأنه الثورة كحدث تاريخي هي بتخص أمة. وبالتالي فالثورة هي جزء من ضمير أمة ومن تاريخها الأمة شخصيا هي المعنية بكتابة تاريخها وهي المعنية بحراسة ذاكرتها لذلك أنا أعتقد أنه في هذه اللحظة يصعب علي تحديدا أن أقول أن أوزع مهاما أنا أنت هناك تاريخ هناك حدث كبير وقع في اليمن حاز عمليا مسمى ثورة وهذا الحدث منذ سبع سنين وله يوميات له تداعيات صحيح. لابد ان يدون بشكل من الاشكال انا حتى هذه اللحظه اقرا تدوينات يوميه يكتبها ثوار يكتبها مشاهدون يكتبها مثقفون لكن الانتقال من التدوين اليومي الى الرصد التاريخي الى الى التدوين التاريخي بما للتاريخ من من شروط وقواعد هذا امر نحن كلنا في الانتظار للاسف في هذه اللحظه لا يمكن ان نشار الى الى وجود الى مؤرخ تاريخ الى الى شخصيه مؤرخه مركزيه في اليمن في لحظه من اللحظات عندما حدثت ثوره 11 فبراير بشكل عام في اليمن كانت اليمن بتعيش حاله الى حد ما حاله متصحره لدرجه انه يمكننا ان نقول ان ثوره فبراير قامت على ادبيات ثوريه قادمه من خارج الحدود مم؟ مم. حتى انه, أنه يمكننا ان نقول ايضا بشكل ما من الاشكال أنه, انه لو لم تحدث مثلا الثوره التونسيه والثوره المصريه ربما حدث شكل ما من التمرد في اليمن يختلف كليا عن الثوره التي رايناها في 11 فبراير عن الثوره المشرقه التي قامت من بيئة التي انطلقت من بيت شعر عربي مم. واستندت الى الاغاني بدلا عن السلاح ربما لكانت الثورة استندت إلى أشياء أخرى غير الأغاني وجاز اعتبارها ثورة في نهاية المطاف باعتبار أن الثورة تاريخيا كانت عبارة عن قطيعة شاملة مع الماضي بتستخدم الأساليب الخشنة في مسألة التدوين كما أقول هذا لا سؤال معلق نعم لو انتقلت إليك يا سبع سنوات من أين يمكن تقديم الثورة وإنصافها برأيك؟ إذا تكلمنا عن تقديم الثورة أدبيا ممكن أن نقول أن الثورة اليمنية يعني بوجه الخصوص غير الثورات العربية الأخرى ممكن أن نقول أنها كتب عنها فعلا حتى قبل ان تحدث لان الشخصيه اليمنيه هي ذاتها والتاريخ اليمني يعيد نفسه والبردوني لو قرانا اشعار البردوني او قرانا كتابات البردوني هي ادب بحد ذاته يكتب ما, 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 ما نمر به اليوم م. الامامه هي ما زالت نفس الامامه الاستعمار ولو ولو تغيرت الدول او تغير المستعمر ما زال ما زال قائم بشكل او باخر اما الادب او ادب الثوره نفسه الذي يكتبه الشباب اليوم أم هناك الكثير من الشباب يدون ويكتب روايات ويكتب ما يشعر به شخصيا انا اشجع كتاباتهم هذا لانها تعتبر يعني الكتابه في جزء من الذاكره يعني في جزء من الذاكره وفي حد وفي ذات الوقت هي خلاص ذاتي يعني الكثير من الشباب لا يجد ما يفعل ولا ولا يستطيع ان يعبر عن ذاته ولا يستطيع ان يعبر عن عن الفتره السيئه التي يمر بها الان ولن يستطيع مثل بالتعبير عنها مثل مثل الكتابه فالكتابه عن الثوره حد ذاتها ربما تحتاج الى وقت والى مراحل حتى تختمر الفكره. والكتابه التي يكتبها الشباب اليوم هي كتابه ربما عن عن مشاعرهم، عن المواقف التي يمرون بها وحتى لو كتبنا اليوم عن الثوره. سنجد الكثير من من يخون هذه الكتابات لان كل طائفه وكل حزب وكل تيار سينظر الى هذه الكتابه من منظور هذا الشخص لمن ينتمي؟ هذا الشخص ما الذي يريد من كتاباته؟ فلن لن يؤخذ يعني بيها. تقصد إن نترك الامر لسنوات حتى تفرز يعني الكتابه عن الثوره ستحتاج ستحتاج وقت لكن الادب الثوري لما, لما يعني دعني انتقل من هذه الفكره لك دكتور مروان يعني لما نحن بحاجه الى الوقت رغم مثلا لو عملنا مقارنه بسيطه مع ثوره مصر التي لم يمر عام واحد حتى وجدنا عشرات العناوين سواء ادبيا او تاريخيا يعني هناك من ارخ للثوره هناك من كتب روايات يعني حتى على مستوى روايه ل 18 يوم مثل روايه 100 خطوه من الثوره لاحمد زغلول سبع ايام لهشام الخشن التي كانت تعد اول روايه كثير من ايضا الروايه السو... الثوره السوريه وجدت الكثير من الروايات والاعمال التي تحدثت عن الثوره هل يعني هناك فرق في المعرفي بين الثورتين هناك فرق بين المستوى الثقافي بين البلدين ما الداعي يعني او لما نحن علينا ان نتاخر او نتريث وهناك من بدا بالعمل فعلا هناك فيلم كرتوني يدخل غزاة الى مدينه وهم ويصطحبون مؤرخ وكلما اطلقوا مدفع قام المؤرخ وكتب جمله هذا الشكل من التاريخ او من التدوين اصبح جزء من الماضي منذ 2011 حتى الان سبع سنوات كتب عن الثوره يوميا اكثر دعني افترض 10 مليار جيجا بايت الشكل القديم للمؤرخ الذي يحمل كراسة ويجلس في زاوية في القرية أصحب. جزء من الماضي وبالتالي يصعب علينا أن نقول من سيؤرخ للثورة يصعب علينا أيضا أن نتنبأ بمآل كل هذه الأكوان من الكتابات كيف ستتحول يوم من الأيام إلى تاريخ كيف ستكتب أيضا على التاريخ. يمكن أن نقول يمكن أن نقول بدلا أن نفكر عن من بإجابة سؤال من سيكتب الثورة علينا أن نفكر بشكل مختلف لماذا لا يقام متحف للثورة مثلا يبدو المتحف فكرة عملية في الوقت الراهن أكثر من التدوين التاريخي بالتحويل تحويل الثورة إلى متحف يبدو أسهل من تحويل الثورة إلى تاريخ أما فيما يخص في أدب الثورة أو الأدب الذي يرصد يوميات الثورة أو الأدب المتعلق بالثورة الثورة السورية كتب عنها الثورة الليبية الثورة المصرية وجد ادب يمكن القول انه ادب ثوره الاعمال التي اشرت اليها سبع ليالي في الثوره و100 او 100 يوم في الثوره كتب شعراء كبار كتب حسن طلب قصائد كتب عبد الرحمن الابنودي القصيده الشهيره التي لسه النظام ما سقطش. كتب احمد فؤاد نجم تقريبا كبار الشعراء في مصر كتبوا عن الثوره حتى الشاعر احمد عبد المعطي حجازي بعد ربع قرن من الزمن من توقفوا عن كتابه ثلث ثلث قرن أنت كتاب في الثوره وكتب قصائد للثوره كانت غايه في الرداءه لكن ليس هذا هو الموضوع لا انما عند, عند هذه النقطه يعني نحن ايضا لدينا ادباء و يعني نخب يعني لما لم يكتب شيء عن الثوره مثل هؤلاء الذين اشرت اليهم يعني نعترف انه فيما يبدو انه هناك مجتمعات المجتمع المصري في طبقة هناك طبقة في داخل المجتمع المصري مشغولة بالكتابة اليومية إذا لم تكتب عن الثورة كانت ستكتب عن, عن شيء آخر بمعنى أنه معدل الإنتاج الكتابي في مصر مؤخرا هائل هناك الموضوع ليس مرتبط بحس وطني يسعى لتدوين يوميات الثورة بقدر ما هو مرتبط بفكرة صناعة الكتابة في داخل مصر هناك دور نشر وهناك قارئ وهناك سوق كتابة وهناك طقوس كتابة وهناك طقوس نشر أوه. بمعنى أن هذا اللوم من صناعة الثقافة يبدو أكثر استقرار في مصر منه في اليمن في اليمن كتبت هناك أعمال كثيرة طلعت على أعمال كثيرة جدا غير منشورة بتصنيع أعمال على شكل روايات أناس أعرفهم أناس لا أعرفهم على شكل روايات قصص قصيرة اعمال شعريه يوميه تدوينات تطلب احيانا رايي انا ككاتب بسيط لكن هؤلاء الذين يرسلون الي اعمالهم في اخر كل رساله اجد السؤال الكلاسيكي هو كيف يمكنني ان انشر هذا العمل وبالتالي لا يمكن ان نقول ان الثوره لم تنتج ادب في اليمن ولكن استطيع ان اقول انها انتجت ادب كما ان الثوره المصريه والثوره التونسيه والثوره الليبيه انتجت لكن هناك ايضا سؤال فني فيما بعد ما اذا كان هذا, هذا الأدب, الادب ادبا بالمعنى الفني ام انه دي. كما وصفه الشاعر المصري حسن طلب مثلا ليس اكثر من قصاصات صحفيه او منشورات او منشورات فسوكي. صحفيه نعم أه عند هذه النقطه يعني أه هناك من يتحدث ان النخب في اليمن أه خانت شعوبها او لنقل يعني ليس بالخيانه خذلتها يعني وان الشعوب تفوقت على نخبها في مساله في الثوره بالذات ما رايك بهذا لا اعلم من تقصدين بالنخب بالضبط لكن هناك الكثير من يعني من الشباب الذين انضموا للثوره الشبابيه كان من ضمنهم نخب مثقفه مفكرين شعراء كتاب يعني أكثر النخب الثقافية انضمت للثورة لأنها رأت أنها هي فعلاً مثل ما قال التقرير هي هي شمس صاد ساطعة ليس ليس فقط المفكرين وال يعني المفكرين والشعراء والمثقفين هم فقط من انضموا للثورة أو الناس البسيطين يعني الجميع رأى أن هذه الثورة هي الملاذ رأينا نخب عسكرية ورأينا مشايخ ورأينا انضموا للثورة دليل انها كانت حدث كبير هناك البعض من ارتبطت مصالحهم ربما بالنظام ربما لم يجدوا الـ الـ لا نعلم يعني ما الذي رأوه في يعني ضد ثوره فبراير لم يمكنهم من الانضمام لها لكن نعم سبع يعني لو اتينا سبع سنوات الى الان هناك من انضم فعلا يعني من النخب الثقافيه والفكريه ولكنه بعد ذلك صمت او عاد لمهاجمه الثوره وانه ندم الى ما اخره او هناك صمت غير عادي للاحداث الاخيره يعني ويفترض عاده بالمثقفين والمتنورين والمفكرين هم من يعني يصنعوا حراك إن لم يكن الادب هو من سيصنع الثورات او الحراك فما قيمته يعني عمليا مرة هو من الذي سيحكم على الاديب او على المثقف او على النخب انهم مع او ضد يعني مثلا لدينا ادونيس الكثير يتهمه بانه خان الثوره السوريه والشعب السوري وانه يرى الشعب السوري على انه لم يقم لم يقم باي ثوره هناك الكثير من حكموا على ادونيس بهذا الشيء، ولا نستطيع ان نقول انه خان الثوره، لانه ال... الانتاج الادبي لادونيس والفكر النقدي الذي يقدمه ادونيس للثوره السوريه او للشعب السوري او للادب العربي بشكل عام، لا نستطيع ان نقيمه بهذا بهذه الصوره، انه اذا لم لم تتفق افكاره النق... افكاره مع ال... مع ال... مع افكار الشعب او مع مطالب الشعب اذا هو خان الثوره او خان الثور ف... برايك دكتور مرور من الذي يؤثر على الاخر؟ الثوره تؤثر على الادب ام الادب يؤثر على الثورات؟ يعني انا ساعود اولا الى السؤال الذي طرح على العزيزه السبا انا بعتقد انه المثقفين العرب فاجاتهم الثوره كما فاجات الانظمه الى حد كبير وهذا الذي هذا ما جعل شاعر كبير مثل أدونيس يكتب أيها الربيع العربي من أين جئت بهذه الوحشية لأنه تخيل الربيع العربي على شكل وحش وشاعر عربي كبير مثل سعد يوسف يقول الدجاج وحده من يصدق أن هناك ربيع عربي لأنه في لحظة من اللحظات قبل أن قبل أن ينفجر الربيع العربي كثورة لم يوجد يعني قبلها أي إرهاصات لأي أو تنبؤات لأنه جزء من النظام الثقافي العربي كان قد اصبح جزءا من النظام. كان النظام هو من يخلق مؤسسة ويرعى هذه المؤسسة وكان جزء من النظام الثقافي العربي جزء من هذه المؤسسة، وبالتالي كانت الحياة داخل المنظومة الدكتاتورية بالنسبة لقطاع كبير جدا من قطاع الثقافة العربية كانت اما مريحة أو مقبولة أو لا من غير من غير المفكر فيه ان يسعى ان يطالب هؤلاء بتغييرها او تعديلها بشكل من الاشكال لانها مستقره بصوره ما. فيما يخص علاقه الادب بالثوره انا اتبنى نظريه بتقول انه خلف كل ثوره هناك كواليس ادبيه او كواليس فنيه. واذا عاد الانسان الى الادب الى ايقونات الثورات العالميه مثل الثوره الفرنسيه مثلا سيجد أن الثورة الفرنسية سبق كانت مسبوقة بإنتاج فني وأدبي في القرن الثامن عشر هائل آخر مسرحية هي مسرحية آخر مسرحية كتبها بومرشيه قبل الثورة سنة 1778 وهي زواج فيجارو حيث يقف شخص حيث يقف الخادم بجاروف في الفصل الخامس من المسرحيه ويدخل في مونولوج داخلي وكانه يخاطب كانه يخاطب الكونت وهو يقول من اين جئت بكل هذه الاوسمه؟ انك لم تتجشم عناء شيء سوى مولدك وهذا كل ما فعلته وذلك ما جعل الملك لويس السادس عشر يصف هذه العمل هذه الروايه بانها وقاحه وانها هذه المسرحيه بانها وقاحه وانها لن تعرض الا بين قوسين على جثته في الأخير نابليون فيما بعد يقول أن هذه المسرحية التي كشفت عرة المجتمع كشفت بشعة الثالوث في فرنسا الملك الارستقراطية والكنيسة يقول أنها أن هذه المسرحية كانت هي الحق هي الثورة إذ تفعل فعلها وذلك أيضا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية فيما سمي بالحرب الأهل الأمريكية من سنة 1000 التي اشتعلت ما بين 1600 و 1700 و... 1861 الى 1865 في الاخير هي قامت على مجموعه استندت الى مجموعه من القيم الاخلاقيه والانسانيه المبذوره في روايه كوخ العم توم لهارييت ستاو ويلتقيها سنه 1961 1861 الرئيس ابراهام فرانكلين ويقول هذه الفتاه الصغيره التي اشعلت هذه الحرب الكبيره دائما هناك قبل كل ثوره مجموعه من الارهاصات وهنا دور الادب انا أعتقد شخصيا ليس الادب الذي يتحرك داخل فرن الثوره وانما ذلك الادب الذي يخلق الارهاصات والاشارات الادب الذي يشير حتى لحظه الباستيل ثم ينسحب الادب ويبدا التاريخ في الكتابه بعد لحظه الباستيل الكاتبة الألمانية سوزان شاندا كتبت كتاب في 2013 عن الثورة المصرية تحت عنوان أدب التمرد استعرضت أيضا حالة الإشارات الأدبية التي سبقت ثورة 25 يناير وفي تقديرها أن هذه الإشارات المبذورة في الأدب في الأدب المصري مثل مثلا تاكسي للخميسي وعمارة يعقوبيان علاء الاصواني ومترو اللي هو الكومكس كتاب الكومكس لمجد الشافعي انه كل هذه الاشارات الاعمال الفنيه الادبيه كانت بتحمل اشارات الى الثوره فيما بعد عندما تحدث الثوره هنا يتحرك التاريخ ويتوقف الادب عن الاشاره ثم ياتي الادب فيما بعد لانه ليرصد, ليرصد لانه اذا دخل الادب في يعني. اتون الثوره في محرقه الثوره فسيتحول بين قوسين إلى منشورات أو قصاصات صحفية كما مع سبع ليالي في الثورة و خطوة في الميدان كانت أقرب إلى إذا سبب برأيك يعني آ... تحدث الدكتور مروان عن ان هناك ارهاصات للثوره ربما لو عملنا مقاربه بسيطه بثوره 26 سبتمبر نعم كان هناك قصائد للزبيري وكان هناك قصائد كثيره الكثير من الشعراء التي يعني بدات تحفز وبدات يعني ترفض ما يحدث على يعني ظلم الامام تلك الفتره ولكن يعني مثلا يتوقف الادب وياتي التاريخ ثوره 26 سبتمبر يعني لم تدون بالشكل المطلوب الا قله قليله واغلب تاريخها كان عباره عن مذكرات، هل سننتظر في ثوره 2011 لمذكرات شخصيه ايضا تكتب وتعبر عن 2011؟ اعتقد ان هناك فرق ما بين تاريخ 26 سبتمبر نسبه المثقفين اليمنيين او نسبه المتعلمين اليمنيين في تلك الفترة وبالنسبة للمتعلمين في هذا الوقت هناك فارق كبير أه لدينا البردوني مثل ما قلت مثل ما ربما أدونيس مع سوريا نحن لدينا البردوني البردوني دون وكتب عن الثورة وكتب عن 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 ما قبل الثورة وما بعد الثورة وحتى يعني أحيانا عندما نقرأ كتابات البردوني نظن أنه تنبأ بأحداث مستقبلية وفي الحقيقة <applause> هو لم يتنبأ هو كتب عن تلك الأحداث في تلك الفترة لكن مثل ما قلت التاريخ اليمني يعيد نفسه فلذلك نجد أنه ما كتبه البردوني يناسب ما نمر به لو نقرا كتاب اليمن الجمهوري اليمن ال اليمن المعاصر الكثير من اشعار البردوني كلها دونت الثوره 26 سبتمبر وكان كثير من شباب 11 فبراير يقول اه البردوني كانه حاضر بيننا كانه كتب عن الثوره ايضا اليمني الشخصيه اليمنية او الشاب اليمني عندما يكتب اعتقد انه يحتاج الفرصه فقط الفرصه انه يحصل على تدريب ربما مكثف في الكتابه الابداعيه نتحدث عن هذه النقطه وايضا يعني اسالك دكتور مروان بعد يعني سناخذ فاصل ولكن يعني مثلا قال عبد الله بن حسين الاحمر في مذكراته ان ثوره 26 سبتمبر خرجت من بيته وانهم ثاروا لان قرر الامام ان يساوي بين الرعيه وبين القبائل وان يعطي للمراه الميراث هل سننتظر ان يقال عن ثوره 2011 كما قيل عن ثوره 26 سبتمبر اسمع منكم الاجابه بعد هذا الفاصل أهدافها ما زالت هي الأهداف. أهدافنا اليوم هي نفس الأهداف التي خرجنا من أول يوم ونحن ننشدها. بكم من جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بكم دكتور مروان استاذة سبا آه نعم استمع الى اجابتك دكتور مروان الذي طرحت آه سؤالها عن آه موضوع يعني آه الحديث عن آه الثورات من خلال المذكرات آه الشخصيه وكما آه اشرت لحديث عبد الله بن حسن الاحمر سابقا يعني لم تكن محاوله عبد الله بن حسين الاحمر هي المحاوله الوحيده لاختطف الثورة محاول على عبد الله صالح أيضا يختطف يعني الثورة في كتاب خمسون عام من الرمال المتحركة للعيني يتحدث العيني عن دخوله صنعاء على ظهر بعير يأخذ منه الموضوع بضع صفحات ثم يتحدث عن أول مرة رأى فيها الكوكا كولا في مصر يكتب عن الموضوع حوالي صفحة ونص إلى صفحتين مفاجأة الكوكاكولا كولا وعندما يقول كان في 26 سبتمبر يوم 26 سبتمبر لم يكن متواجدا في اليمن فيجد أزمة هو يتأزم اثناء الكتابه فيقول كنا في لبنان في بيروت فاخبرونا ان ثوره 26 سبتمبر قد قامت بمعنى ان الثوره اخذت سطر وكوكا كولا صفحه ونص الاخر اخرج الثوره من بيته محاولات محاولات للقفز على التاريخ وهذه مسأله متروكه للتاريخ آآ آآ فيما يخص التدوين والتدوير البديل هناك تدوين وتدوير بديل هناك تاريخ وتاريخ بديل المشكلة هي ليست في من سيدون كيف سيدون تاريخ الثورة في الوقت الراهن أو كيف ستدون الثورة في الوقت الراهن بقدر ما هي في تقديري مشكلة متعلقة بتعريف في تعريف اليمن نحن الآن لدينا أكثر من تعريف لليمن لدينا أكثر من ثلاثة شعوب وثلاث جمهوريات وثلاثة أعلام وثلاثة, وثلاثة, وثلاثة جيوش وبالتالي لدينا كل شعب نحن دخلنا في عصر الشعوب اليمنية كل شعب له تاريخه له مدونته التاريخيه ومدونته الاخلاقيه وله خطابه السياسي وله خطابه السياسي خطابه الثقافي ايضا بينشا اتحاد قصه قصيره في عدن يكتب في في تقرا في بيان اشهار اتحاد او نادي قصه سيهتم هذا النادي برعاية ودراسة السرد القصصي في الجنوب العربي والوطن في الجنوب العربي وباقي الوطن العربي بمعنى انه وبالتالي جماعة النظام السابق لها قد تدون التاريخ بطريقة لأنه في الأخير نحن التاريخ هو حاصل البيانات كلها الصورة الدراما الأدب الشعبي صحيح. القصيدة المسرح السينما كل كل. كل, هذا سيدخل مع بعض ويسمى التاريخ وهناك تدوين وتدوين بديل لذلك في السنوات القادمة سنشهد صراع كبير على مستوى التدوين وسنقرأ تاريخ وتاريخ بديل وتاريخ بديل لتاريخ البديل وتدوين وتدوين بديل وهي نعم يعني تتوقعين أنه ربما لا خوف كبير من هذه المرحلة خاصة لو قارنا انت يعني ربما عدت الى المؤرخ الذي كان يكتب على ورقه ولكن يعني التاريخ الحديث يعني لم يكن ايضا متوفر الا القلم والورقه لدى الناس الان الوسائل اصبحت اكبر هناك توثيق اكبر يعني الاف الشباب الذين صوروا، الاف الشباب الذين لديهم فيديوهات، والعديد من الناس يكتب في صفحاته، في مدوناته، في فيعني هل بالتطور التكنولوجي نشعر انه لا خوف كبير ام ان المساله تشعبت اكثر؟ كان كان في جمله بيرددها فقهاء الاصول والمحدثون سابقا من قال اجمع الفقهاء فقد اكذب لا فقد كذب لانه ما فيش حد قادر يطلع على اراء كل الفقهاء في ذلك الزمن حيث وسائل الاتصال غير بدائيه للغايه نحن الان دخلنا ايضا في هذا في هذه المجره آآ آآ مجره التدوين حيث وصلنا الى مستوى المواطن الصحفي بما يعني المواطن المدون وعندما خرج اذا خرج 100000 في هذا الزمن 100000 متظاهر فسوف يعود ال ألف متظاهر ك ألف مدون وبالتالي في لحظه من اللحظات لا يمكن ان نقول ان هناك مؤرخ موسوعي كبير او قادر او مؤرخ حكيم او مؤرخ كلي القدره قادر على ان يرصد التاريخ ويحيط بكل هذه او قادر يلخص كل هذه المجره من النصوص والكتابات والتدوينات. الشيء الوحيد اللي قادر انا في هذه اللحظه ان اؤكده هو ان الثوره مركب غير مستقر وأن التدوين أيضا عملية في الوقت الراهن غير مستقرة ومع مع التطور المتسارع في التكنولوجيا لا يمكنني أن أتخيل شكل التدوين بعد خمس سنوات وبالتالي شكل التاريخ بعد خمس سنوات نعم لكن أستاذة سبا يعني لو تحدثنا عن نقطه ايضا ان هناك شبهات يعني تدور حول فبراير هناك من يعني نحن عايشنا هذا التاريخ ليس بتاريخ بعيد وذاكرتنا ليست بالسيئه الى هذا الحد التي يعني تجعلنا ننسى الاحداث يعني تحميل ثوره 2011 كل ما حدث متجاوزين نكبه 21 سبتمبر وعلى العكس توصف 11 بانها هي النكبه وهناك تساؤلات عديده وهناك يعني ربما قفز فعلي على التاريخ ومحاولة مغالطته وهو تاريخ عشناه نحن كيف يمكن التصرف حيال ذلك؟ لما قلته سابقا من التقنيات في الكتابة أنا كأديب أو ككاتب أو حتى كصحفي عندما تكون متمكن أنت قادر على إيصال صوتك بطريقة لتقنع الآخر هنا جماعة 21 سبتمبر أعتقد أنها أقل بكثير لسه أعتقد أنا أجزم أنهم أقل بكثير من الشباب الذين خرجوا في 2011 في 2011 في 11 في 11 فبراير صوت من وصل للعالم الصوت, الصوت الذي وصل للعالم والوضع اليمني الذي يعرف عنه العالم هو هو صوت تلك النخب متمكنين في الكتابة في الكتابه وفي وسائل التواصل وقادرين على أن يوصلوا صوتهم للعالم عندما تكون متمكن حتى لو كنت شخص واحد أنت قادر على إيصال صوتك وهذا ما أحرص على قوله مرة أخرى أنه يجب أن نتمكن من وسائل الكتابة أو من, وسائل الـ الـ حتى من استخدام وسائل التواصل مع, مع الآخر بالنسبة لشبهات 2011 الشباب الذين خرجوا خرجوا مطالبين بحق مشروع في دولة تسمى أنها ديمقراطية مع أنها لا نعلم يعني ديمقراطية حرية فكر وعقيدة وأمن وأمان الديمقراطية التي في الأوطان في الوطن العربي بشكل عام لا لا تعطينا سوى الأمن فقط فأنت أنت خرجت وتمردت على هذا الأمن أنت خرجت ربما تحدث قلق للأمن المواطن البسيط ربما لا يهتم بفكرك بالأشياء اللي أنت تريد أن تطورها هو يهتم بالأمن أنت خرجت أقلقت له هذا الشيء الساكن طبيعي أن يكون هناك شبهات كثيرة حولها 21 سبتمبر أتت لأنه بعد 2011 أنتم أحدثتم نكبات وأتيتم بحكومة فاسدة وما إلى ذلك فنحن جئنا لنصحح الوضع لكن الشعب ليس غبي وليس له هذا الدرجه من الغباء هو قادر على التفريق بين من خرجوا لطالبوا بحق وبين من خرجوا لإعادة الإمامة وإعادة حكم المفروض أن اليمني قد انتهى منه دكتور مروان يعني في حديثك كنت تتحدث عن ثلاث شعوب او الشعوب اليمنيه يعني هذه العباره افزعتني للامانه رغم انها واقع يعني ولكن ربما توصيفها بهذا الشكل يطرح تساؤل هل يعني نحن نتحدث ربما عن تاريخ سيفقد او كذا نحن الان يعني سنفقد جمهوريه سنفقد بلد متكامل يعني هناك من يتساءل عمليا هل للثوره دور هل يمكن للثوره التي قامت في 2011 ان يكون لها دور في الاحداث الحاصله اليوم طبعا هذا سؤال هناك مجموعة من الأسئلة بتنتمي إلى ما نسميه نحن التفاهة التي لا يمكن دحضها لأنها لكثرة ما هي لشدة ما هي متناهية في التفاهة يصعب عليك أن تنقليها نقدا موضوعيا ثورة 11 كان متعارف على الثورات أولا ثورة 11 فبراير هي ثورة من بيت شعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ثم ثورة عززت بال احيت نفسها بالدراما والموسيقى دراما شعبيه على المسرح في كل في كل ساحه ثوره كان هناك مسرح بتقام عليه فعاليات فعاليات شعبيه واغاني شعبيه هذا الشكل من الثورات شكل ناعم من الثورات متعارف عليه ان كل ثوره في التاريخ هي ثوره مسلحه إذا كان هذا الشكل الناعم من الثورات لمجرد أنه صرخ في الميدان قد هد البناء وأسقط ذلك البناء الشامخ فهذا يعني أن ذلك البناء كان مخشوشا من الأخير لم تكن المشكلة في أغاني الثورة إنما في البناء المخشوش انهيار ذلك البناء المخشوش على هذا النحو المأساوي لا يعني سوى شيء واحد أن منطقة الثورة كان حقيقيا عندما قال بأن هذا البناء مخشوش لكن الثورة أيضا لم تقل علينا أن نزيل هذا البناء قالت ببساطة علينا أن نعيد هندسته كانت الثورة حريصة حتى أنها انسحبت في لحظة تاريخية وسمحت لعملية سياسية أن تنطلق وتسامحت مع خصومها وتجاوزت تجاوزت مشكلتها وتجاوزت نفسها لذلك القول بأن الثورة 11 فبراير الثورة الناعمة ثورة الأغاني وثورة البيت الشعري هي من أنتجت كل هذا الخراب هذه تفاهة يصعب حتى نقدها أنا أريد أن أعلق على شيء كنا نتحدث عنه في البداية وهو مسألة أيضا تدوين ما بعد الثورة. هناك حتمية تاريخية ولعنة تاريخية كانت بتدخلها كل ثورة، ثورة ثورات القرن التاسع عشر الثامن آه عشر والتاسع عشر وهي الانتقال والعشرين حتى وهي الانتقال من لينين إلى ستالين. يأتي المثقف المتنور ثم تأتي الثورة فتأكل المثقف المتنور وتأكل وتأكل نفسها ثم تأكل أبنائها وتدخل في طور ستالين في نهاية في نهاية المطاف أدت الثورة البلشفية ثورة أكتوبر 1917 إلى ستالين الذي وهو يموت كان يعد قتلاه فيجد أنه قد قتل 46 مليون لكن ثورة الثورة البلشفية ثورة ألف ثورة أكتوبر ثورة البروليتاريا ثورة الفلاحين المساكين لم تكن مسؤولة عن مقتل 26 46 مليون أحد أهم نجومها مثل تروتسكي كان أحد ضحايا ستالين الذي جاء فيما بعد قتل وهو فار ومن في مكسيكو سيتي في اخر الدنيا في في مكان وابعد ما يكون عن 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 موسكو ايضا تاتي مشكله اخرى للثوره هي مشكله في فيما يخص من سيداون الثوره لانه بمجرد ان تقوم الثوره وتنتج شيئا ما عمليا على الارض شيئا ما ممشوق القوام على شكل دوله على سبيل المثال ينتقل الثوار يعود الثوار من كونهم ثوار الى كونهم بيروقراطيين موظفين بيروقراطيين وبالتالي هم بيكونوا معنيين بالحديث عن مشاكل الدوله من وجهه نظر اداريه ومشاكل الدوله الجديده دوله الثوره من وجهه نظر بيروقراطيه فنيه ذلك حتى مساله التدوين كما كنا نتحدث من بعد كما كنا نتحدث من قبل هي مساله التدوين تظل يظل ايضا سؤال سؤال فلسفي واسع ويبدو الى حد ما مش عملي نعم سبا يعني إذا حسبنا الأمور بعمر الشعوب والدول برأيك هل يعني ما يحصل الآن يعتبر نجاح للثورة والعجلة هي يعني تمشي كما يقال أم أن هناك تداعيات أوقفت هذه العجلة كالانقلاب وتداعياته؟ أعتقد أن ما يحدث الآن هو يعني الثورة حدثت في في 2011 أو بدأت وهي ما زالت قائمة ستأخذ وقتها وستأخذ مجراها لكن في الاخير الشعوب لها ان تنتصر، لها ان تصل. الشعب اليمني مثل ما قلنا ما نعرف جميعا لا يحارب فقط لم يخرج فقط ضد الجوع والفقر والجهل والتهميش، يعني خرج ضد هذه الاشياء في البدايه، ثم اتت الامامه، ثم اتت دول أخرى تريد استعمار اليمن بشكل أو بآخر تقسيم اليمن الكثير من الأشياء التي تكالبت على هذا الشعب لكن في الأخير الشعب اليمني لابد أن يصل إلى الطريق لأنه 2011 أثبتت أن هناك شباب قادر على التغيير هناك شباب خرج دون أي إملاءات من أي جهات يعني الكثير منهم بدأوا التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومثل ما قال الدكتور مروان كانت كان الادب والفن والموسيقى م. هي 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 الحاضره م. والمحركه بشكل قوي لا. فاعتقد ان اننا نحتاج الى وقت ربما يطول هذا الوقت لكننا في الاخير سنصل نعم دكتور مروان يعني حينما سئل الفيلسوف الصيني عن الثوره الفرنسيه بعد 200 عام هل نجحت قال ما زال باكرا للحديث عن ذلك يعني ونحن نستعجل الامور سبع سنوات ونتساءل هل نجحت الثوره ام لا هل تجد ان هناك عجله فعلا في الامر وان ربما قد كنا نمضي نحو باب الخلاص بمخرجات مؤتمر الحوار وما حدث من انقلاب هو الذي حول المجرى أم أن هذا كان نتيجة طبيعية للخلاص من كل السوء الذي كان يحيط باليمن كان كنت أقرأ أيام في الانتخابات الفرنسية الأخيرة عندما تنافست في الانتخابات الفرنسية. مش الرئاسية الانتخابات البرلمانية اللي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية حقق الجبهة الوطنية التيار ال... التو... التو... التيار اليميني في فرنسا نتائج جيده في الجوله الاولى وحدث ان جمهور الثوره الفرنسيه في القرن الواحد والعشرين والثوره الفرنسيه تعود للقرن الثامن عشر شعر بالخوف وكان يبدو الامر مثيرا ان نتحدث عن جيل الثوره الفرنسيه في القرن الواحد والعشرين قرات مقال لاحد أهم... أحد اهم الكتاب الفرنسيين في الوقت الراهن على البروجكت سينديكيت وهو يقول كنت في رحلة مع زوجتي وكنا ننتظر النتائج فتحت التلفزيون ورأيت كيف تلقت لوبين صفعة في الجولة الثانية وكنت أصرخ أمام زوجتي انظري لقد فعلها جيل الثورة الفرنسية بعد 200 وشوية سنة أنا أعتقد أن الثورة في الأخير تتحول إلى فكرة وكانت مهمة الثورة 11 فبراير هي أن أن تعيد لانه ان تعيد المجتمع ان تعيد السياسه الى حاله الى ما كان يسميه جالوك زمان قبل 300 سنه حاله الطبيعه لانه كل ما بناه نظام عبد الله صالح في الخمسين سنه الاخيره نظام ما بعد 26 سبتمبر نظام ما بعد ثوره 16 سبتمبر كل كان كان مغشوشا ومجوفا من الداخل وكان السؤال هو ما اذا كان بالامكان ان نبني يمنا جديدا على كل هذا البناء ال المجوف والمغشوش. ولمجرد ولمجرد ان دفعنا الباب قليلا انهد هذا البناء وهذا يؤكد المنطق الذي قامت عليه الثوره. لذلك كانه الثوره اعادتنا الى حاله الطبيعه الى الوضع صفر الى جراند زيرو لكي نبني عليه. من المبكر جدا ان نقول ان نسال نفسنا ما اذا كانت نجحت الثوره او لا، لكن من المهم ان نقول ان الثوره فتحت امكانات للنجاح لم تكن متوفره سابقا. شكرا لكم ضيفي العزيزين دكتور مروان غفوري الكاتب الروائي وكذلك سبا حمزة الكاتبة والشاعرة كنتما معي في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه